عايزين نعرف ازاي الرنجه بتتعمل والفسيخ. الرنجه بيجي سمك مستورد من هولندا وبنصنعه، بيجي لنا يتدخن اتملح الاول، تملح بلالح في حواض سيراميك وكده، بيقعد لمده 3 ايام في الملح، وبعد كده يطلعوه يصفوه ويدخلوه في فرن تدخين. تمام. طب والفسيخ؟ الفسيخ ده بيجي من بحيره البردويل، في بيجي من بحيره البردويل وفي بيجي من كفر الشيخ. بحيره البردويل بيجي السمك بيتشطف كويس، سمك طازه ما يكونش عليه تلج خالص، بيتشطف سطح الجسم غسله كويسه، نخشيش وكل حاجه عشان لو في اي حاجه بتجسد كويس، وبعد كده يصفى شويه، يصفى من الميه وكده، ويدخلوه براميل خشب مع ملح يتملح لمده 21 يوم. في حاجه تانية لو تحط معاه غير الملح ولا ملح بس؟ لا ملح بس. ملح بس. ملح بس. وكان زمان في الشتاء ما يكون الجو سام نحط معاه كركم. بس دلوقتي الجو يعني بقى دافي كويس، مش محتاج الكركم، الكركم ده بيدفي السمكه فبيخليها تستوي بسرعه يعني. فدلوقتي الجو كويس فبيبقى ياخد 21 يوم من غير اي حاجه، ملح بس. بالنسبه للفسيخ بتعمل قبل شم النسيم بحوالي 21 يوم. عشان نلحق شم النسيم ويبقى دلع للناس يعني ما يبقاش حاجه. تمام. والرنجه؟ الرنجه بتعمل ازاي؟ الرنجه بيجي سمك هولندي من بره بنستورده وبيجي يتدخن في مصر. تمام. حلو. من اخطر ما يكون لازم صاحب المهنه هو اللي يسويه. لازم. عشان ملحه وعشان تخزينه. عشان تخزينه وعشان الفسيخ بيبقى غير الملوحه وغير السردين. ممكن ست البيت تعمل السردين عادي. لكن الفسيخ لازم. الفسيخ صعب شويه. المزار وكفر الشيخ وحاجات كفر الشيخ. طب والفسيخ؟ برضه كفر الشيخ ده. الزقازيق. ايوه. طب بالنسبة لو يعني في ست بيت بتحاول تعمل فسيخ او مش بتعرف تعمل بيبقى صعب ها؟ صعب. عايز امكانيات معينة يعني. طب والفسيخ في منه أنواع؟ في بوري. وفي حاجة اسمها طبار. حاجة اسمها ايه؟ طبار. طبار. التاية بتاعتك. أنا الافضل بقى فيهم؟ الاجود والاحسن طبعا البوري. طب والرنجه برضو فيها انواع ولا هي بتبقى نوع واحد؟ الرنجه الصور اللي هي بطريقة مرمله وتمليحها هيكون خفيف. وتميز البطريقة المرمله هي اللي هي المحدبه اللي بيقولوا عليها محدبه بطريقة طريه. تمام. طب بالنسبه للاسعار ايه الاسعار السنه دي؟ لا عالت شويه السنه دي. يعني الرنجه زادت بحوالي 10 جنيه. عن السنه اللي فاتت. ايه؟ مش عارف بقى والله. التجار قبل الموسم يقفوا شويه الانتاج وبعد كده هوب بعد موسم قبل شويه اسبوع اسبوعين يشتغلوا. الحاجه تشيح بقى هو غلو جامد قوي يعني مش قليل يعني. يعني من 25 ل 35. الاسعار الرنجه بتتراوح من 20 ل 30 جنيه. الاسعار انا كنت ببيع السنه اللي فاتت ب 75، الاسعار 80، وجاي لي سمك فسيخ غالي كمان هيوصل ل 85. 85؟ والرنجه ما الرنجه اسعارها زادت برضه، كنت ببيع ب 28 دلوقتي ب 30 جنيه. السنه دي الاقبال على ايه؟ على الفسيخ ولا على الرنجه ولا على الاثنين؟ على الرنجه والسردين اكتر عشان اسعارهم مرتاحه. حاليا دلوقتي الاقبال يعني متوازي، فسيخ مع يعني بياخد مثلا كيلو فسيخ مع كيلو رنج كده. بتساوي مع بعض. السنه دي كانت احسن شويه. هل الاسعار لما زادت هي كانت طبعا بتقل طبعا.